بسم الله الرحمن الرحيم. زوار الكعبة المشرفة دعاء للمرحوم أحمد يوسف مصري أبو سليم رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله يا أرحم الراحمين. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا اللهم فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من دون حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخله الجنة مع الأنبياء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم ثبته بالقول الثابت عند السؤال، اللهم ثبته بالقول الثابت عند سؤال الملكين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين.